السلام عليكم استاذ المرسلين. في البدايه ترحبوا بالاخوان ديال الصحافه، كنجبد لكم واش جيتوا عندنا الجماعه ديال السبعه. كيف تعرف اليوم الجماعه ديال السبعه تتعرف انتخاب ديال الرئيس اللي جنب بعد واحد المسيره ديال الاخ ابراهيم قيعه، الاخ والصديق العزيز، بعد واحد المسيره ديال 15 عام ديال المجهود ديال البناء. وكنا مجموعين في هذه المده كامله ديال 15 عام بنينا واحد المجهودات اللي هي كبيره بزاف، خلى واحد البصمه مش نقولوا خلاها، ولكن هو مازال معنا في العمل، ومازال معنا في الميدان. اذا غادي تكون واحد الخلاف اللي غيكون تعويض اللي غيكون سهل، باش تعوض واحد الانسان اللي هو غادي يقيم الحياة. ولكن بهذا المنظر تنتمنى باش نكونوا على حسن الحال ديال الساكنة وحسن الظن ديال الاخوان اللي انتخبونا. هو السيد رئيس هنيئا لكم بهذا التتويج وبهذا الانتخاب ديال الاعضاء. الثقه اللي داروا فيك الجميع مستشارين ومستشارات، كيفاش مرت اجواء الجلسه ديال اليوم؟ الجلسه دازت واحد الجو اللي هو جو اخوي وجو احترام الديمقراطيه، والنتائج كانت بانتخاب تصويت بالاغلبيه المطلقه، لا الانتخاب ديال الرئيس لا الانتخاب ديال اعضاء المجلس اللي تاهي كانت باغلبيه مطلقه، ما احتاجيناش الدور الثاني، كان كلشي داز في الدور الاول. ومن هذا المنظر تنهني الاعضاء اللي التحقوا، اعضاء الجدد اللي التحقوا بنفس الجماعه، وتنشكر اعضاء اللي كانوا معنا قدام، منهم اخ جبوج اللي تا هو دار واحد المسيره اللي وفقها بزاف، ودار واحد التحيه كبيره باش كان واحد غير توافق. حنا كاخوه اعضاء عندنا اخوه كاع الجماعه اللي تنتمي لها من الخليفه الاول حتى الاخير، حتى العضو الاخر، لا في لجان لا في اعضاء، ما فيش تاخذ واحد جماعي. وهذه ورثناها على وعشنا فيها مع السيد الرئيس، وغادي نستمروا فيها. هو السيد الرئيس هاد الثقه يديروها فيك كل الزملاء الاعضاء ديالكم، هي ثقه كتعبر على ثقه المواطنين. يمكن لك في هذه الولايه اللي باقات تقريبا ثلاث سنوات من خلال المنبر ديالنا، شنو يمكن لك تقول ساكنه جماعه صفافه؟ الجماعه ديال صفافه تنقول لهم بان الخير كاين وكان، والحمد لله المجلس اللي دابا حنا على وشك باش يكون واحد رمنا واحد الصفقه اللي هي صفقه كبيره ديال مع المجلس الاقليمي اللي دارها الرئيس السابق مشكور، فيها واحد 500 مليون، 250 مليون درت الجامعه، 250 مليون درت المجلس الاقليمي اللي غنصلحوا بها واحد المجموعه ديال الطرق. وعندنا واحد البادره اللي هي راه في الطريق ديال الطاقه الشمسيه، الاناره العموميه للطاقه الشمسيه، عندنا واحد المبلغ اللي هو مهم ديال 120 مليون سنتيم، غادي ندخلوا مع مجموعه ديال المجالس، لا مجلس الجهه لا المجلس الاقليمي، ندخلوا معهم مشاركات نديروا اعداد دراسه لهذا المشروع اللي غيكون مشروع يمكن يعطي واحد الاضافه كبيره للسكن. بالنسبه للجماعه تعرف واحد بالنسبه للاداره الاحسن ما يرام بالشهاده ديال الجميع. بالنسبه للمشاريع اللي كاين اللي تتعلم من السكينه، كاين الماء الصالح للشرب اللي عندنا اللي هو الصالح للشرب، اللي راه حنا بصدد انشاء واحد الخزان اللي غيكون في رحمه الله، واعداد واحد المشاريع اخرى الرب ديال الدواغان وديال مجموعه ديال الدواوين اللي تتعاني من الماء. القضيه هذه كنا لا في المجلس السابق لا في هذا المجلس، عندنا الاولويات، وعندنا الاولويه الثانيه هي الطرق، وعندنا الاولويه الثالثه ان شاء الله اللي غتكون هي التقويه ديال الكهرباء باش تقويو بزاف ديال المشاريع باش تقويو وهذا هو السيد رئيس. انك الجميل فيك انك المرحله السابقه شكرتيها بزاف ونويتي بالعمل، كنعرفوا ان الجماعه الصفعه والمنطقه كتعرفوا واحد المسار التنموي، انتم ان شاء الله تكملوا هذا المسار التنموي بالنهوض بالمنطقه وبالاقليم بصفه عامه. المرحله السابقه احنا كنا شركاء فيها ودرنا الله اللي تعلم المجهود الصالح للسلام، واحد المجهود اللي هو وخير دليل يعني الناس حنا راه يعني انا بعدا تنهني السي ابراهيم على هاد السراحه اللي غادي يدير، واحد السير على
بغي يخلي هذا الجهد اللي غنتمنى يعاود هو من الخارج وحنا غادي نتعاونوا من الداخل ان شاء الله وغادي نزيدوا. اذا كاين سالت الرئيس انسجام داخل المجلس الجماعي باش تنوضوا بهذا النهوض بهذا الجماعه ديال صفاقه تقريبا كاين انتظارات بزاف ديال التكوين. الحمد لله كاين واحد الانسجام تام هي اي عضو مجدد للجماعه عنده واحد الانتظارات ديالها الساكنه ديالها. سيد رئيس في هذا الوضع ما تترقوش من الساكنه ديال الجماعه الصالحه. سيد رئيس الجماعه ديال الصفعه سواسي ونتمناو نخدموها ونزيدو بها. شكرا على الانفتاح على الاعلام. كلمه اخيره لكل المتابعين والساكنه ديال الجماعه الصفعه ان شاء الله. كيف قلت لك احنا الساكنه من الاولويات ديالنا. وحكيت لك على النهاية الأعضاء اللي كان 28 عضو اللي كيتمنى لنا في الجماعة، يعني كل عدد انتظارات، عدد انتظارات ديال الساكنة ديالنا. وحنا ما عندناش يعني هاد الخدمة معنا وهذا نخدموا واحد العمل، نخدموا عمل جماعي إن شاء الله وبإذن الله غتكون بين الجميع، وغنتمناو الشركاء ديالنا الخارجيين باش غادي نزيدوا قدام في الجماعة إن شاء الله، ويكون غير خير. شكرا لكم. ميرسي وفق السيد رئيس. مرحبا بكم. مبروك السيدي. متابعينا الكرام كنتم معنا في لقاء حصري مع السيد ريس السرغيني رئيس جديد لجماعه صفافعه التابعه لاقليم سدمه الى متقضيه المجدد ان شاء الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.